you tonight, as far as you're fit now. I thought you would get cool sets, believe I'll let you down the style. Everybody's there, yeah. Sakubo toyo, I'm default dark tonight. But now I'm as cool, no massage art. No, he no scare. Here we go again. Starting from the end. Got bits and light clear, as far as you're fit now, Dima. السلام عليكم واهلا بكم معنا في حلقه جديده برنامجكم خدمي. اليوم ما جبناش لكم فنان، اليوم جبنا لكم عائله، فهمتي؟ جبنا واحد السيد اللي كتعرفوه مزيان وكيفرحكم دائما، اللي سميتو خالد بناني، وجبنا الكرافطة ديالو، حتى هي غادي تكون معنا اليوم. اصقوا بزاف على سليم كرافطة. نتكي في الناموسية ما بيا ما عليا، صنع لي التليفون قلت سليم كرافطة. انا غز زغرت مع الكاميرا واحد جوج ثلاثة وياك. سليم كرافطة، مرحبا بك. تبارك الله على باكو، وكنرحبوا كاملين باكو وعطيف سي ناتشي. صافا سوبر، كلشي مزيان سليم معنا؟ ما تكون صافا الله يحفظك. أنا الشيء يا صاحبي، وأنا كيشك اليوم أنا بس حوايج البنكة. لا أنا سمعت خالد بناني جاي وسليم معاه، قلت كيما إما تقدر تكون شي غرام. أنا زعما أوكسيجين غيكون أول برنامج تلفازي اللي كطيح فيه الغرامة. سبحان الله، وشحال هذيك كان كيطيح فيه بنادم. صافا سليم، أراش ذلك ذاك البيك. مرحبا، كومون صافا؟ كلشي مزيان الحمد لله. كيف بغيتي؟ اول مره عندنا في شهاده تي في، وي صافي بليزير. الحمد لله حاولنا ولكن ما كنتيش كتشد لينا. لا ماشي ما كرافطه ما كانتش كتشد لينا. لا كنا كنطيحوا في دي بيريود اللي مرونين وصافي. فاش مرون؟ عاود لي تشكي على خوك انا وخويا التورناجات. ما كتهداش القرايه اذا يختم الفنانه اللي ما فهمتش. كل شهر عندهم تيتر خارج. واش لا ماشي كاع كل شهر وكوميم حنا لي زارتيست في المغرب كيتقاتلوا يلاه يدير لك اغنيه واحده في العام وبزز. يمكن واقع حيت قريت داك الشيء، وحيت كنصوب الكليبات انا راسي، انا والدراري اللي معايا زعما كنصوبهم راسنا، دونك واقع هذا الشيء اللي كيعاونني اكثر باش نقدر نخرج اكثر. اذا يور كانت عندي بتدخل الشانس من كنت من الناس الاوائل اللي كنا تلاقينا معاك في مدينه مراكش في لي ساف. اول مره اول باساج غاديو ديالنا كان معاك نتايا، باقي عاقل. ميرسي. الناس الاولى اللي تلاقوا فينا هو عماد. ايه دايا وجينا عندكم حتى المدرسه جوستو المدرسه ديال السينما ودزنا معاك وتقتي فينا. قلت لهم حشمان ديك الساعه شوف باقي الفيديو كنشوف كنضحك على راسي. سيري ما جيتش ما تحشم ما تحشم. وكنشوف فيهم وقلت ليكيب، قلت لهم شتي هادو شتي هادو ما يخدموش ما يديروا والو. واليوم حنتوني وصماخ سليم كرافطو. برافو. لا ما دوش. لا سي فري كيف ديك الوقيته كانت عندكم لا توش، وما تفهمونيش غلط. لا توش. تري بيان، الوغ كنتي جوستومون غادي في لو دومين اللي نقولوا المدرسه ديال السينما في مراكش، سادير كو اليوم خصك نشوفوك في السينما ما نشوفوكش في الغناء. لا مدرسه السينما ماشي كيعني التمثيل، كيعني كل ما وراء الكاميرا. راه تاع عاطف راه قرينا في الاول في واحد المدرسه مجموعين في كازا، ودونك وعاطف ما سهلش عليه الله خدم معنا. سلام عليك الشيء راه تبارك الله. قريت انا وعاطف وقريت الموسيقى ومن بعد قريت السينما. السينما هي ما وراء الكاميرا. قريت باش نكون دي او بي ولا نكون رياليزاتور ولا نكون انجينيور صون. المهم خرب انا خلطت كل شيء، انا هز عليا نعرف من هذه ومن هذه ومن هذه، دونك ماشي التمثيل. وهذا الشيء اليوم وقف جنب جهتي، حيت الكليبات كنخدمهم انا والدراري اللي معايا. كاين اللي كيدير، انا كندير الاخراج، كاين اللي كيدير المونتاج، ديطالوناج، شريف، كل واحد كيدير. دونك هاد القضية مزيانة صديق، كدير لكم لي زيكونومي في الفلوس في الأموال. مي كنفكروا عاوتاني
نديرو كليبات مع الناس اللي تبارك الله اللي فايتينا في ليكسبيريونس بزاف واللي فنانه في الدومين. صافي با دير كغنبقى ندير غير كليبات الراسي. الوغ ملي تنقولوا في الاول كنا تنقولوا كرافاتا كنتو هكا مجموعه كرافاتا. دابا شت كرافاتا ولتي انت كتشوفوك انت ما كتشوفوش الناس الاخرين فينا. نشرح لك هو في الاول مجموعه كرافاتا في الاول كانوا كرافاتا تحلات ولا تعقدات شي ناس ولي بابيون. راه درت الكليب الاخر درتو بالبابيون. داكور الوغ هذه هي القضيه ديال الاول. بدينا قلت ثلاثه الناس كرافاتا هما ثلاثه الناس اللي اساسيا كاين اللي كانوا كيبانوا قدام الكاميرا كاين كان سليم وامين وحمزه وكاين شريف اللي وراء الكاميرا ياك هذه المجموعه. في الاول بدينا انا ما كنتش كنبغي نغني، انا كنت كنغني ما كنبغيش نبان، انا اللي كنصوب الموسيقى عاود بلا ما نلقاوش انا كنصوب كلشي ولكن ما كنبغيش نبان. واش كتحشم ولا كتقول لا غنكثر؟ لو بوت ديال الاول ديال كرافاتا سيتي نفجروا واحد الموهبه اللي عندنا، ما كنا لا باغي لا نتعرفوا ولا نديروا كارير ديال الموسيقى لا والو، كنقراو في مدرسه السينما، قلنا علاش ما نبقاوش، جاتني الفكره قلت ما نبقاوش نخدم الكليبات وندير. عيطت للدراري صحابي اللي كنعرف جمعتهم قلت لهم واش بان لكم؟ قالوا لي يلاه سير. خرجنا الاغنيه الاولى ما كانباش، انا اللي كنغني ودير كلشي. الاغنيه الثانيه ما كانباش. من بعد الناس ترونوا شويه بداو كيقولوا هذا اللي كيغني بحال هذا، بداو كيجيو لي كونسير ما يمكنش يطلع واحد ما كيغنيش فهمتي هو اللي دونك كان جيت اوبليزي باش نبان. وكان حتى الوالد ديالي هو اللي وقفت على هذه الهضره ديالو، قال لي راه غتوقف على هذه الهضره ديالنا راه طيحوا في لي كونسير راه غتلقاو مشكل. ملي بديت كنبان بدينا بشويه بشويه غاديين، كنا بينا ثلاثه مازال دايوغ بينا ثلاثه. غير في الكليبات الاخرين بحال ملي كيكونوا مواضيع ديال غتهضر على بنت ما يمكنش هضره ثلاثه على بنت سينو تخرج الصفاره. واش فهمتي كنشرح لك؟ دونك كنضطر بان المغني هو اللي كيبان. الدراري اللي معايا ما كيغنيوش، الدراري هذوك صحابي كانوا بحال تقول كيجيو كيمثلوا معايا. دوكو دابا في هذا العام هذا العام بداية هذا العام الدراري كيكملوا قرايتهم، عندهم بالنسبه لهم القرايه ديالهم اكثر من حاجه اخرى، انا عندي الموسيقى اكثر من حاجه اخرى. والوليد ما عندوش مشكل بان تولات الموسيقى اكثر من حاجه اخرى؟ ثالث قرايتي خديت الدبلوم ديالي. حيت حتى هو عنده نفس المشكل، هو ملي غادي يكون معنا دابا شويه نهضروا على هذه القضيه، لان كلكم كنتوا غاديين تبارك الله عليكم ماشي زعما وصلتوا لواحد المرتبه في الدراسه اللي مهمه بزاف ومشيتوا ما نكذبش عليك في الغلب. انا ني ساليت هذا العام اللي داز قلت غادي نجرب غنعطي راسي عام غنحبس قبل ما ندير الماستر. حيت قريت عامين ومن بعد ثلاث سنين قلت حاجه اخرى، قلت غنعطي راسي عام غنشوف زعما جو فوكاليزي على الموسيقى 100%. سي سا مارش بوغ موا غنكمل، سينو غنرجع نكمل الماستر ديالي. الحمد لله ملي داز العام لقيت بان كاين الحمد لله ايفوليسيون، دونك فضلت نكمل في الموسيقى. تخي بيان الوغ هاد الناس ما بقاوش كيبانوا معاك لان قرايتهم كيكملوا قرايتهم وبحال دابا مره كيبانوا معايا في الكليبات. ملي كيكونوا كليبات كنعيط لهم، ملي كيكونوا سهرات اللي قرابين، حيت واحد مشى لفرنسا واحد في مراكش دونك خصهم عندهم فهمتي عندهم القرايه. حيت الا جينا نهضروا سيريوزمون هما ماشي حنا كنا كنتفلاو زعما دابا الا جينا نهضروا سيريوزمون هما ماشي على الدومين ديالهم هما صحابي ماشي مغنيين ما كيديروش الموسيقى ما كيديروا والو دونك ما يمكنلهمش يكملوا في ان دومين يعطيوه زعما يكون هو البرانسيبال ديالهم هما بعاد عليه. دونك كيكملوا قرايتهم اللي ساليو قرايتهم عاوتاني غيرجعوا معاك. بلاصتهم مازال كاينه؟ راه كاينين معايا في الكليبات زعما في بيان سور بيان سور. الوغ كاينه قضيه بانك انتم في الاول بديتوا بلي باغودي في الاول، دابا ولاو الناس اخرين كيديروا لكم لي باغودي ديالكم، ما بقيتوش في لا باغودي وليتوا في دي تيتر في لا برودكسيون ديال الاغاني. والحمد لله. سيتي ليدي دو ديبار ولا ليدي دو ديبار سيتي لي باغودي سي سا سيتي سا سيتي لي باغودي. ولكن ما نكذبش عليك وصل واحد الوقيته بسالو، كنا لي باغودي كنضربوا في اليوم تمار فريمون كنخدموا باغودي ثلاث شهور كنخدموا الناس كانوا اختبار بابا كانوا جروبات اللي كيخدموا سيريوزمون لي باغودي كيجدوا موسيقى كيتقاتلوا عليها كيديروا كليب. هذا ديغنيغ كان طوندونس باغودي كتقرا باغودي كتدخل تكليكي ديغنيغمون ولا اي واحد كيدخل كيتيليشارجي انستخوي كيكتب كلام على بغرير على ستايلات كيغني. الناس ولاو اون فوا كيقراو ديك كلمات باغودي ما كيكليكيش كاع كيقول بساله صافي بسالت. تما انا جي ديسيدي باش نقلب شونجمون توتال، نمشي ان ستيل ندير ان ستيل ديالي اللي حاولت نديرو هو نميلونجي انفيزيون ما بين الشعبي وما بين لافرو. كل مره بشنو امتى كنقولوا امتى سا ديكلونشي هادشي ديالك سادير ابارتيغ كيل تيت حسيتي براسك قلتي سي بون غنكمل؟ مور صيف صيف مور صيف صيف جات مورا سنه سعيده، ولكن فوقاش بديت لا كارير بديتها من بنت عمي. من تما بداو كيجيو الحفلات. بنت عمك لاباس؟ لا الحمد لله درنا جبنا طابوكا
الحمد لله الحمد لله. المهم العائله كلها بخير الحمد لله. حدك ربي يخليك. كيفاش كدير وعايش عايش في عائله ديال الفنانه؟ صديق انت والد صديق في الدار، واش واش كلشي بالغناء؟ باغ اكزومبل الوالد ملي كيبغي طاجين يحضر تيقول لها بشي موال جيني طاجين. وانا انا راه بصح هادشي راه كبرت في الغناء، كبرت في كان فايق على الصباح كنسمع المواويل وكنسمع الغناء وكنسمع الموسيقى، راه هادشي علاش تربيت فيه. ما يمكنش ما نخرجش داير عارف بلي عندكم استوديو في الدار. انا شحال مره الوالد قال لي اجي تشوف الاستوديو عندنا الا احتاجيتي شي حاجه. كدير مرحبا كتحل عينك بالموسيقى وكتشدهم بالموسيقى مع فنان كبير. كدير ما ديرش الموسيقى صافي داكشي كيتزرع لك مع الدم سي واي. انا باش كيعجبني سليم وحق الله العظيم اكتشفت فيه بزاف الحوايج. كيلعب باتري، كيلعب بيانو، كيلعب حتى المقص، تي المقص بالترمات تيلعب النوطة، والواعرة تيغني مزيان، تيلبس مزيان، واحد تيلقى في مدرسة ديال الموسيقى، قال لهم بقاوش تقلبوا في جوجل، قلبوا في سليم، جاني كلشي. ألو سليم كرافطة، الناس اللي بدات ما كيعرفوش الأغاني كاملين وبدات جاية من شي قارة واحدة أخرى ولا يلا شي واحد يلا دخل دابا شعل شهادة تبي تقول شنو تيقولوا هادو، سليم كرافطة غنى هاد الأغنية. هاد السنة سعيدة راه كنبقاو نقولوها حتى ل 31 جونفي بحال لافينيت كتبقى حتى كتفات 31 سليم كرافطة كاينة هاد الأغنية تاهي. ويا البنات يا البنات كلكم شحال زوينات حتى فيكم اللي غنبكي وراها كنجري. ويا البنات يا البنات زيدوا شي أغنية واحدة أخرى سليم كرافطة. انا ما جيتش لابس هذا التيشيرت كنت غادي نطرح عليه بزاف. هذا راه كان سترات لواحد واحد الفنان بما نقول السميه ديالو بحال هكا وخباع واحد صديق وفنان ومعروف على الساحه الوطنيه وسجل مع ثلاثه ديال ديال لي تيلي ديفيرون. غير هو واحد البرنامج سجلوا ست شهور قبل وواحد سجلوا ثلاث شهور قبل وكان لابس نفس كان كيتصحابوا داك الشيء راكم ديك ساعه في لا ديفيزيون ديفيزا وحده الخميس وحده الجمعه والاخرى دازت نهار السبت وخلوا عليه بزاف لي كومونتير ماشي كتحضي مزيان شنو غادي تلبس تري اتونسيون زعما الكود فيستيمونتير ولا لا تفيق صباح كتحل تلبس كتزيد شحال كتبقى في الوقت نتاع البلاكار كتشوف فيه تسناد مي معاك تحل البلاكار كتلف شويه شي مرات كتقول واش غنلبس هذه ما غاديش مع هذه ولكن زعما شي مرات يلا باكو ملي كيحل البلاكار الحوايج يقول لا ما غاديش قدك ما غاديش قدك لا كيخافوا مني. انا واحد الصدافه واحد النهار عاد سمعت واك واك عيب طلع عاد لقيت الصدافه كتغوت خجوجه مسكين. مرحبا المغرب موسيقى في المغرب تيبان لك بان كاين شي افونيغ ولا ما كاينش لافونيغ في هادشي اللي غادي فيه ولا غير اون بيريود اللي غنضحكوا بها والسلام عليكم سورتو في هذا لو ستيل ديال دابا. هو ما كاينش شي افونيغ كبير بالنسبه لقارنا مع الغرب حيت ما عندناش شي حاجه اللي غتدخل لك داكشي اللي كتخسر من غير لي كونسير والحفلات ديالك. على برا كتكون جالس في الدار كيدخلوك فلوس اشارات على برا كتكون جالس في الدار كيدخلوك الفلوس كيدخلوك فلوسك لا تسمعت اغنيتك هنا ولا هنا. انا في المغرب باقي ما وصلناش نتمنوا من الله نوصلوا حتى حنا لهاد لي زيتاب هادو ديال نبداو كل حاجه تخلص عليها كل حاجه كل حاجه زعما ما عرفتش كنشرح لك مي تعطى لك حقك كل حاجه. سي هادشي اللي غنتمناو وكاملين غنوقفوا وصفقوا على خالد بن هاني. تعطل شوية عليه خالد فراجيك هو ما قلتوش عليه صلاة وسلام على رسول الله. واش هاد البوساد ليد كاينه غير في الدار ولا غير في ديفون لي زيكرون ولا فين كاينه؟ بالعكس دائما حضرت مع ديغنيغمون في واحد الشو ديالو اول مره كنحضر معاه في الشو وحضر معايا مرار هنا ومع الجاليه الحبيب برا ومع كذا ومع العراس الافراح اول مره كنحضر له انا في الشو وحشمني في الاول لان انا ما كنت كان انا وماما كنتفرجوا ويقدمني وفريمون بس يعني كتبقى ديك لافيكسيون صديق مازال عندكم وانا تاني كنت في الدار في الدار اتينا عندي وبنتي كنبوس لهم سوفون يديهم عرفتي علاش لان البوسان سي با لا سوميسيون ماشي سي الحنان سي ديك لافيكسيون مي كتبوس لاي واحد ولا سيما مي كيقبطك هكذا من هاد الجهه هاد لابوم كتعجبني هادي كيدير
كيما انفلوبي كتحس بواحد نعاودوها لا جامد هاد لافاس نعاودوها يلاه عاودتو نسلا هادي كنحسن نعرفتي تورا في سامبل مانيفيك الله كتجيني والله كتجيني على السبا والله خليكم ديما الحركة وخليكم لباسك هاد البروجي هذا ماشي الفنان البروجي هذا دابا سليم هذا الوليد اللي تزاد واش كنتي كتخايلو غيوصل بحال هكا وفهاد واخا ولا كنتي باغي يمشي في طريق واحد لا في الاول لا ما عمري كنأثر عليهم حتى يعني في الدومين هو قريتو الموسيقى عند واحد الأستاذة فرنسية قريتو يعني جينيتيك مورا في عائلة فنية وسط كبير في الآخر كيشوفنا كيفيق في الموسيقى كيقلك هو مي هذيك الانفلونس انديريكت ماشي حنا معني ما دخلتهمش انا بالعكس كنت كنبغي القرايه انا دائما كنقول لاي واحد الهوايه كاينه بيان سور فو ديفلوبي ديك لا باسيون ديال وين اون باراليل القرايه ما عندكش فيها علاش لان باسكو فنان مثقف فنان واعي عندي بريمورديال ما خصنيش نبغي تكون فنان في لا تكنيك وكذا في لي فوند لي شوز فوندامونتال هما الاخلاق هما لي فالور تاخذهم عاد تنجح يعني يجيب الله واحد يعني كاين اللي ما كاين واخا تكون سوبر ستار وما كانوش حيت لي فوندامونتال باش ديك لا كونتينيتي باش تستمر تستمر بهذوك الاخلاق لان اخلاق كيخليوك تتعامل مع الناس مع اوتخويت تتعامل بواحد التواضع بواحد ورجليك الطيره ماشي مزيان والحمد لله كي قلت انفيستيسمون حنا التسخير من عند الله يعني ماشي يعني حنا غير السبب كان ربي وكذا ولكن كيبقى التسخير من الله الحمد لله الله يوفقهم هاد الانفيستيسمون ما كتفكرش شي نهار تحل الكابيتال وتدخل في الشركه نحلب منه تدخل في الشركه ما كان موالو ما كنتخلوش في ما غتجوجش هاد السيد هذا تدخل في الشركه لا الزواج لا في الزواج باسكو في الزواج هذاك عاود مازال انفيستيسمون ما محتاج انا حفايد دونك انا مازال محتاج نشوف واحد العاود الكبيدات المدوبلين معاودين انا ما كندخلهمش كرافطه صغيره ميني كرافطه ميني كرافطه الو كونتريرمون بزاف الناس كيتسحابكم من مدينه فاس وكاين حتى من تازه تازه الحبيبه تازه واش كاين تازه العليا دابا حنا تازه ما كيعرفوش بزاف الناس ما كيعرفوش بان تازه عندها تاريخ كبير طيب بزاف ديال الناس العربيين اللي خرجوا من تازه دبوز من تازه البياز اللي كانوا الحضراوي البياز بزاف فمتيلا بن كيران من كيران مجيده بزاف بزاف الناس اللي انتشروا من غير في يعني انا كنهضر في الوسط الفني ولا يعني الثقافي بلاد نقيه بلاد الناس القلب ديالهم كبير وهو خليط من 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 من, من حيت انا جينا في واحد بحال شي ممر خليط نتاع الناس الشمال الناس نتاع الريف المغرب والاطلس المغرب والناس اللي جاوا من الجزائر مثل مسان وزان حنا جمعنا واحد الكارفور فاسا جمعوا كل شيء وخلقوا واحد الـ واحد الـ واحد المكون يعني فريمون ماجيك الو رجعت مع سوت على سليم هضرنا على الدراسه انت كذلك درتي مشيتي لفرنسا تقرا جيستيون دي زونتربريز جيستيون دي زونتربريز سير المقاولات واحد الوقيته ما بقات لا جيستيون دي ولات لا جيستيون دو فامي لا جيستيون دو العراسات لا حيت كتسمي خاصك تختار بحال اللي دار هو هاد الدبلوم عنده مهم قرا ليسونسيال هو واش دراسك القرايه باش حتى الا ما عطفتلكش هنا راك هنا فهمتي رجلك هنا ورجل هنا انت لا باسيون انا كنفضل بنادم ان الا عنده شي حاجه يفجرها ولينا كنقول لك قراي ضروري باش باش باش, باش توصلوا للمبتغى يعني بالصح ماشي ما يبقى ديرابي ولا هيك هي باغي الشهره وغير باغي البوز غير باغي الفلوس غير حنا ما كنقولوش ما يدخلوش الفلوس مي اون باراليل كاين واحد لوكوتي نوبليس نتاع انك راك فنان وولد الوسط عائلي محترم كذا داكشي راه هاد الكليب اللي كدير سليم اجوردي سي با لي كليب اللي كنشوفو زعما سي با شي حاجه اللي بريكولاج سادير سي ان فري كليب كاين شي مساعده من هاد لا برودكسيون والو هو تاريا الحمد لله تاريا من الاول من اسمح لي من العام الاخر ديال القرايه قطع عليك الموضوع انا قطعت على راسي لا هو صح عمل الاولين اللي كانوا قبل اقسموا بالله الا كان كيصيفط الفلوس باش نقرا في مراكش كنقسم الفلوس الماكله باش كنصور كليبات والله هذا هو الكوتي اللي خصنا نعلمو في ولادنا هو نفشوهم في واحد الاطار فهمتي في قرايتهم انفيستي في القرايه نخسر الفلوس عليه في السكنه فين كنساكن مشيت له السكنه كنتقاتل باش يكون في السكنه انه مرتاح ما يسكنش مع الدراري باش يكون بوحدو باش يقرا
وباش يبقى في الهوايه ديالو نانفيستي نشري له كذا داكشي الماتيريال اللي خدام به في الاستوديو نقريه الموسيقى نقريه الثقافه الضافيه لا بيسين مع راسو في الاقامه يعني صحبه ولا اني اللي عايز خدمته خليه يعتمد على راسو الو كيخرجوا من الاخر يديروا الكليب انا دوك كنفرح كنقولوا ما التالا خبت ان شاء الله ما عمزي وختي والغيب غيكون هو يعني معتمد على راسو ماشي بابا ما ديرش ني قنصوار تكون بابا ها تمنى مرحبا لا كاين عنا تعرف راه قلت لك ملي ساليت قرايتي راه ما نقدرش ناخذ مع بابا درهم دابا صافي انا تعودت على دابا كيعرف حيت ما عندوش شي حاجه حصص بحالي فشلت بحالي ساكن راسي فهمتي حيت راك عارف ما تقدرش ملي كتدخل هذا الدومين دابا ساكن بوحدك ما يمكنش تسكن مع ولدك الصداع الموسيقى كيجيو عندك الدراري اللي معاك دونك ساكن بوحدك سلام اخويا مرحبا داكشي اللي ما عطاكش الوالد حنا مستعدين ناخذو دابا فهمتيني نديرو به انتاج ديال الكليب الجاي ديالك ها وحدك سي با كون كنا كنهضروا على ساكن بوحدو على ساكن بوحدو نو مرحبا تنسنا واحد قبل عماد فين فين ساكن بوحدو دار نساب كيفاش نسابو؟ إلا تزوج يسكن مع نسابو زعما باش بغيت قبل ولدك يسكن مع نسابو؟ لا ما نبغيهالوش هو اني لا قدر الله ملي كيكون الانسان ما عندوش واحد الناس نسابو ماشي مشكل يساعدو لا نساب إلا ساعدو ماشي مشكل يعني بلا ديك التفاهم الانسان يقول لا ما رضاش بهم علاش ما رضاش بهم؟ نرضى بهم إلا كانوا إلا كنت أنا معوز ما عنديش هما ناس كرماء وعندهم ما يمنوش عليا ما يساعدوش ولكن أنت هذاك غير حس بواحد النقص لا النقص أنت اللي كتركبو في راسك علاش نحس بالنقص؟ إلا حسيت بدوك الناس حاسبين ولدهم راه كتولي ولدهم راه فعلا يعني نهار اللي عجب لي العروسه راه تولي بنتي حيت واخا ملي كيفيقوا في الصباح تفيق معاهم كيبغي يغسلوا بالناس لا ماشي بالضروره ماشي بالضروره ماشي بالضروره في الغداء ويدي نخلي دارك دابا اللي راك كاري بخليها في نوبه راه موسعه كتعرفوا مزيان خبير اللي ما عارفينش الناس حنا بحال صحاب واخا غادي نقروا غادي نتخاصموا سي باش يعرفوا الناس ما كاينش لو كوتي كومبليسيتي بين الوالدين هو خاصك تعصب معاه تخاصم معاه تخاصم معاه تخلي له لا مارش قيل لو سيك ديك لو سيك كنبردوا فيه لو سيك تاع هذا راه باك ولا راه ولدي لا راسي بحال ما فهمتش انا شنو اللي كتجيب عائلات كيطرالك تبنيت دابا ياك قلتي ولدي صافي انا قلت لك انا هو احترم لا هي الاولى ما نعاودش بغيت غير ندير واحد التيست الا جات على خاطرك الوليد ندير واحد التيست ديال نشوفكم واش فريمون كتعرفوا مزيان ولا ما كتعرفوش هادشي كله من بعد الفاصل بقاو معنا على شهاده تي في قبل من الفاصل لقيتو عليا لا والله يودي حنا كبرنا بجوج حتى حنا خوت حنا راه حنا صحاب حنا راه كنشربوا قهوه بجوج حنا راه من الدار ساكن بوحدي كان جاي عندهم من ساكن المهم حنا فيزيونيل داكشي حنا كنقصروا بجوج حنا فهمتي كنخليو الوالده ولا شنو كنمشيو انا وياها نقصروا حنا كنحيحوا كاين شي لا كنخرجوا سوفون غير ما كنخرجوش كنبقاو دائما كنخرجوا في الطريق لا شوف الطريق هذيك لا ضروري اشكم الماما سمعت واحد ضروري اشكم الماما ما تقدرش تمنع لي بيتيز ضروري ما تخرجش لي بيتيز مناعين شوف كنخرجوا نويه لا و دي كونتراكتي ما كاينش زعما ديك البروتوكول تاع لي جينيراسيون ولا شي حاجه كنسمعوا نفس الموسيقى نفس يعني تقريبا لي طوندونس بحال في الودن فهمتي مره كيهبطوا اللي يسمع الحاجات اللي فيهم لارتيستيك ولي كلاسيك وكذا ومره انا كنمشي معاه حتى الابعد حتى الحاجات اللي دي فوا تافهين وني الجديدين في الجلسه ما عمرك ما فكرتي دير شي كلاش ديال الشعبي كلاش ان شاء الله حتى شي ارتيست شعبي ما عندكش معاه ودير شي كلاش ما ثقافتنا ماشي بحال الثقافه كل جينيراسيون خصها تحترم جينيراسيون حنا ما عندناش هذاك لو كوتين تاع كان قبل منا في الاجيال اللي كانوا في الملحون زمان كانوا كيديروا الهجاء الشعر الجاهلي يعني هذيك هذا الشعر ماشي جديد هذا الشعر قديم كان الهجاء بالقصايد كتهجو العدو ديالك هي بالقصيده هو كيفهم راه ملي كتهضر حتى خالي ديال حنا رجينا الا مشيتي درتي انت شي كلاش غيكون سميتو 170 كيلو ديال الكعب غزال هادي ما فيهاش بعد بالردسه الله غادي نمشيو نديرو هاد لو تيست شوفكم واش مفاهمين نعطيك ان كاسك سي خالد مرحبا دوك شو هاد الموسيقى الا كان شي موسيقى اللي تبرصتك شي شويه ماشي مشكل هاي الموسيقى خدامه عندك توبا بيان ابخي غادي بون شفروا لي ستيلو كان هنا ماشي مشكل غادي نحاولوا ان شاء الله داو لينا الستيلو اللي كان هنا الله يرضي عليكم
اري لوحي ليا حيت هذه شت التلفازه كيديرها كتعرفش كيفاش كيطيح السينو الخداع السينمائيه حتى راه كتعرفو انت يلا غادي غادي نمشيو لا تعال نخرج لك لبسين انا غتحاول تقرا غادي نديرو داكشي ديال لعابة الكرة ديالها ها والله الا لبسين عندي معاه بصح ما عرفتش شنو يلا شنو هي هذه شنو هي يلا شو ندير معاك انت تيست لبسين يلا يلا بالخرب شقح بالخرب شقح شي حاجه بشحال البطيخ بشحال بشحال شنو قلتي البطيخ بالخرب شقح ها بالخرب شقح المهم عرفت بشحال بشحال يلا شنو هي الحاجه اللي كتعصب الوالده كتعصبو؟ لا بزاف الحوايج كيعصبو شي وحده وحده فيهم والله يلا شنو شنو كيعصبو في الدومين ديال الموسيقى؟ هو ما تكونش لا بيرفيكسيون لا بيرفيكسيون اللي فيها مشكل ياك هو بيرفيكسيون شنو الحاجه اللي كتعصبو فيك انت؟ كتعصبو فيا انا بالخرب شقح بالخرب شقح الحاجه اللي كتعصبو فيا كاين شي حاجه كتعصبو فيها والو شنو كيبغي فيك بالضبط بالخرب شقح اش كيبغي فيا شنو الحاجه اللي الحاجه غنسولك انت باش نعرف واش هو ما عرفتش كيبغي واخا شنو البلاصه اللي كيبغي يسافر ليها شنو البلاصه اللي كيبغي يسافر ليها كيبغي يمشي للجبال الجبال يمشي لحال البلاصه ما عندهاش على داكشي اللي فيه الاضواء وداكشي ديال شي حاجه شنو البلاد اللي باغي يمشي ليها ومازال ما مشاش ليها البلاد اللي باغي يمشي ليها وقال كوبا ولا كوبا اوكي اوكي شنو الماكله ديالو اللي كيبغي ياكل بزاف ركز باش انت كيبغي ياكل الماكله المفضله ديالو ما عندوش وقيلا شي حاجه ها لا شي حاجه لا ما عرفتش ها والو ما عنده بزاف كنشوفو كياكل بزاف شكون هو شكون هو الفنان الشعبي اللي كيبغي يسمع موسيقته هو تيجيه سليم فينيزويلا كيعرفوا فينيزويلا كيقولوا سليم بلال سليم هو اللي عز عليه بزاف اوكي شنو الحاجه اللي كتفرحهم اللي كيدخل الدار تيقول الله ليلي ها ليلي ليلي ديالنا اوكي عندكم كلمه سميتها ليلي صح شنو شكل الغاس بيشون داكور ليلي اوكي واخا تري بيان زيدوا واحد جوج ديال الاسئله واحد اخرين شنو اللون المفضل ديالو خلال الكحل نونوار باين لي لابس نونوار ماشي ماشي مليح اوكي تري بيان اشنو هي اخر حاجه اخر حاجه ولا بليتو سمح لي سمح لي حيد هذا السؤال هذا لان قدر يجاوب عليه بزربه شحال من مره بدل التليفون ديالو في 3 سنين في 3 سنين هو خصو تعرف باك او كلشي قول خمسه سير يلاه بارك تري بيان صافي سخو على سمير ها هذا سمعت فيها ثلاثه ثلاثه سمعت شحال قلت ليه سولته قلت ليه قلت ليه شحال شحال عرف من مراقب من الوالده قال لي ثلاثه مزيان فاش شي حاجه د العيب ها انا غادي نسولك اشنو البلاصه اللي كتبغي تسافر ليها لا ناتور هذه يقول لك الطبيعه برافو جبال انا دابا ملي كتجاوب مزيان ما كيعجبنيش الحال واخا شنو البلاد اللي باغي تمشي لها ومازال ما مشيتيش لها اي البلاد اللي مشيت بغي نمشي انا ماشي زعما دير الخاطر لشي واحد بلاتي لا بغي نمشي لهم انتما لا بلاتي ما باغيناش انتما زعما لا تمشي لها انت بوحدك لا بغيتي تمشي ماشي بوحدك ما زعما ماشي باش دير الخاطر مدينه ولا بلاد لا دوله دوله عطيني القاره القاره باش الناس يلا ماشي مشكل القاره الامريكيه باقي لك كيوبا شي حاجه كيوبا برافو 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 شكون الفنان اللي كيعجبك تسمع موسيقته البلاد عاوز تعطيني نقرب لا فنان تراثي ولا شعبي ولا اللي كيعجبك انت اللي بزاف سليم الهلالي سليم الهلالي جواب صحيح مزيان واش داكشي علاش سميتيه سليم على سليم الهلالي ماشي انا اللي سميته شو اسمه خير ماما واحد كان اسمي الله يخليك سليم يلاه سير تحط كل اسم لان عندي تبارك الله تويمي اختو حتى هي كدير السينما حتى دارت رياليزاسيون السؤال ديالي شكون اللي سماه اميره كتسمع دابا سماه هما سليم وسلمى ما عرفتش شكون
سمعت كانوا كيقولوا سليم 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 دابا انا كندور فيه ها الكاميرا ديالك دير لي شكون اللي سمعنا سالا قلنا اللي سمى يقول لنا ها الكاميرا ديالك شوف كان سميتهم هما سليم وسليمة جيت انا قلت لهم لا ماشي سليمة بغيت سلمى جاتني بس ما جيتش ديك الكليشيه نتاع سليم سليمة سعيد سعيده فهمتي قلت انا سلمى انا اختاريت سلمى من اللي عطوني سليم سليمة وانا رديتها سليم سلمى هذه العقل دوك سليم سليمة وخصكم شي سليمان صغيور وتسكنوا في بن سليمان صافي تساليو سليمة تعيشوا في السلامة السلامة شنو اللون المفضل ديالك هو اللي دابا اللي يعني تكون غيكون كحل كحل ها كحل برافو برافو ملي كتدخل للدار اخ خالد ملي كتدخل للدار شنو الحاجه اللي كتمشي لها الاولى كتفرحك قبل ما نقر الكليبه ديالنا عندنا واحد الكليبه اللي برافو برافو 100% سخون بزاف على سليم وخالد عزالك الحيوانات بزاف علاش عزالك انا شوف بزاف لا حاشم شوف حاشم بقيتش نحمل نقولها دابا في شي انترفيو كنبغي نقول شي حيوان ونقول حدا حاشك ما كنقبلهاش هذه القضيه ما هذه خصها تزول من الثقافه ديالنا انت حاشك شنو حاشك شنو حمار حاشك مالو ما حنا شي حيوان علاش كتقول العود وما كتقولش حاشك على راسك نقولوا باكو حاشك باكو نقولوا حاشك انا ديما تقول لي حاشك ديسكريميناسيون تاع باكو حاشك باكو حاشك كتجيني ديسكريميناسيون كتجيني بحال كتصبح واحد الراسيزم حتى في التعامل ديالك مع البيئه ومع الحيوانات تقول لواحد النوع تقول له ركبت في الشوفال فرحان به وما تقدرش تقول ركبت فوق الحمار البيئه وعلاش نقول حاشك علاش حيوان يعني بالنسبه لي الكلب ولا كذا بس عرف اللي ما عاشرش الحيوان ما رباش حيوان عنده في الدار وكذا اللي ما عاشرش الحيوان والله ما تعرفش قيمه هذيك واحد لافيكسيون عندهم واحد بعدا فيدال هما بزاف وكيبغيك مسكين بلا 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 مصلحه خسر مولاد كاين شي فرق بين الكلب والمش كتبغيني هو ما كيعنخنيش هو ما كندخل كيسلم عليا بابا هكذا اما هي كتكليبه كتنقز علينا يلا تا يلا اولاد كل احسن لك شوف انا محشي بالك تم سيمانه ما تشوفناش ولا جوج كيسلم عليا راه كيسلم بوجه هذا دي فوا كنتعرقوا مي هي كتطلع فوق خصك تهزها وتبقى تشخر وتبكي قريبه كيتوحشوني كيتوحشوا اكثر مني يكونوا مسافرين التليفون الو صافا كيدير لي لي واش انا ولدي شوف سير خفي يا شباب شو كتفضل الكلاب ولا المشاش ولا ولدك لا احنا اول كلب ربينا هما اللي جابها هو اختو وما كنتش باقي ما عمري خصنا في الكلب وقلت لهم لا حنا ما عندناش فيلا عندنا ابارتومون ما تباش الكلب هذا الغدا خصها ولا غدا داير لها لي كوش هي جات ماشي هكذا وكيديروا لي كوش طاحوا لها وطاحوا لها وبقاو ماشيين مزرجرين معاها وجات لي واحد جاتني بحال شي بيبي وديك الساعه جات واحد لافيكسيون تما خليناها وما مشاو بحال هاتهم شريتها كادو لاختي هي مشات لنيويورك مشات هي ما يقدروش يسكنوا فيها هو مشى سكن بوحدو بقينا هي دابا هي اللي كتعوضنا ماشي يعني شويه النشاط الدراري يعني كتعاودنا الدراري صرفناها بتوام يعني صيفطنا جوج جبنا وحده يعني جوج توام صرفناهم بكليبه ايماجي هذا راه مزيان ولا شويه جاب يعني خلى السفير ديالو شوف بلاص ما يخليه هو بلاصتو شي تصويره كبيره هو اختو جايب كلبه خلاها بلاصتو حنا ولينا صافي الحنان عليها اش غنديرو وكنبغيوها من قلبنا والله العظيم هذيك شاش ما كيعطانيش فلوس البروجي سبحان الله العظيم دونك علاقه عندك مع الحيوانات مزيانه اول قلت لك اول كلب في حياتي خصو ما كنتش كنخيصهم كنت كنخاف منهم ونهار اللي درت اللي خلاو لنا ليلي مرحبا بكم في انيمال تي في اسمع هي مدادي هذه والله بصدق شاركت في واحد البرنامج وفي فرنسا برنامج في القناه المغربيه ومشيت انا اللي عطوني البروف نتاع نقبط في الحنوشه هبطت لهم وقبطتهم بواحد لافيكسيون علاش ان دوزت ليلي وكما كانش عندنا ليلي عاد نخاف من الحنوشه مره كنت في جامعه الفنا داروا لي هنا عرفتي لبست وهذه المره ملي مشيت لفت انني صافي عاشرت الحيوان معايا في الدار يوميا وكذا مشيت للحنوشه بدي لي كارطاس كنهزهم بشويه وما عندي لا فوبي لا والو يعني هذا
عندك الوالد تكون عشرة الحيوان الحيوان قول شكون قول سميات قول عشرة ليلي عشرة ليلي واش عندك شك ان زعما الانسان يقيس بحيوان ما يبغيهش ما نظنش انا لا ما على حساب حساب داك الحيوان كيفاش كيرجع ليه هذاك الصرف ما يكونش ناطق انت تفضل ما يكونش ناطق ما يكونش ناطق لان ما يكونش ناطق يخلي التعبير ديالو في في الجاست في العينين كليبه ما تشوف فيه كذا ديك لافيكسيون ديالها كتبانها بلا بلا بصح ما عمرك ما غنيتي على شي حيوان اي ما قاطعك بصح هاد الكليبه اللي كاينه في الدار راه حنينه بزاف راه كتبكي هادي نورمالمون كان خصنا هي نعرضوا عليها اليوم والله نقول لكم في الشاك لا نقول لكم في الشاك اكثر من سالي مسلمة والله شوف صحابنا مين كيجيو كيسولوا على ولادنا كيبغيو مي صحابنا اللي في امريكا اللي في اوروبا اللي في اللي في, اللي في كندا والله العظيم كيجيبوا لها كيجيبوا مونطور ما كيجيبوا لها والله كيجيبوا لها والله كيجيبوا لها داخلين طوال ولان اللي معروفه عندهم وكيتصوروا معاها وهي فرحانه بهم كتعقل عليهم خصني نجيبها شي مره البلاطو باش الناس يعرفوا شنو هو ديس كان غير ما فهمتش ما معولش تجوجها انا بالنسبه لي فارسه نغني لها عمرك غنيتي على الحيوانات ما عمري غنيت نشوف تقدر نكون غنينا شي مقطع كاين 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 غزال اللي غنى على الطبيعه انت اول فنان غادي يغني على الحيوانات في المغرب ضروري نغني نغني انا يا المشامولاتي ياكم شكون معنا انت مسالي مرحبا انا عندك علاقه طيبه مع الحيوانات وكيدير علاقه مع الفنانه طيبه حتى هي حتى مع الفنانة عندينا عندي واحد الكاركتر انا طريف راجل كتقلق علاش لان في حياتي كلها كنت روحاني يعني كان ما كنديرش الموسيقى ما كنبغيش الموسيقى كنبغي لام د لا ميوزيك يعني لي ميوزيك دو موند ما عنديش فرق بين الموسيقى المتطوره والموسيقى البدائيه نمشي نسمع شي موسيقى في نيكاراغوا ولا نسمع في البوليفي ولا نسمع في ديك الشيء السبيريتوال اللي في دالاي لاما ديك الشيء اللي في التيبات ونسمعهم بديك الروح اللي نسمع بها واحد الموسيقى بيرفكسيوني بحال دابا ميوزيك كلاسيك اوروبيان المهم كنبغي ديك الروح ديك الروح هو اللي جعلني انني نكون متسامح مع الوسط الفني ديالي يعني مع لا جينيراسيون تا هما نقدروا نقولوا الموسيقى اللي خلات تكون الصغار هادو الجينيراسيون وجيستو هذا السؤال اللي انا كيعيطوا لي العميد علاش كيعيطوا لي العميد صافي بحال شي باران يعني لو دويان مي ماشي في الكوتي دويان باران تاع لي زارتيست انا كلشي كي يعني كيحبوني واحد الدرجه وكنحبهم بحال من كاع بلا ما نقول لك نذكر الاسماء باش ما ننساش شي وحدين كاع لي جينيراسيون والله عندي واحد الحب ليهم كبير يعني كيبقى خلاف بحال دابا شي حاجه في حياتنا هذه المسائل ما عمري ما كنحافيو وما حتى هما دابا ملي كنسمعوا بعد الفنانه اللي عند واحد لا جينيراسيون نقولوا القديمه شي شويه ملي كتقول لك ذاك الوقيته كان الزمن الجميل مي دابا ولا التخربيق صديق انت دابا اللي كتدافع على الموسيقى اللي الجديده اي دايور سليم اللي في الموفمون الجديد ديال لا ميوزيك كيفاش كنقدر تجاوب على هاد الناس هادو نجاوبك انا شكون لا وقته لا ولا ما فاهميش لا بروبليم دو جينيراسيون ولا ما يكونش انا دائما كان ما خصش تكون ريبتور ما تكونش واحد القطيعه بين واحد الجينيراسيون واحد الجينيراسيون انت خصك تجدد راسك انت مغني كتمشي لعندك الجيل وكتاخذ منه حيت الفن هذا الموسيقى والعلوم كلها الرياضيات ما كاينش قطيعه هادو ما كانوا يديروا حتى شي حاجه بلا بينا وحنا ما كنا نديروا حتى شي حاجه بالاخرين حنا دائما علاش كنسمع له الناس الاولى حيت هذوك الاولى راه منهم انا تعلمت يعني واخا ننتج على شي مغني بشي حاجه قريت وكذا ولا في لا تكنيك ولا في الفلام مي بلا بيه ما كنت والو هو بلا بينا ما يكون والو اللي جايين بلا بيهم ما يكون والو هذا سلسله لا ترانسميسيون تاع مرحبا سليم اجوردي كيفاش كتعامل مع لي زاك علاش درتي فيديو مع التيوتي وما هذا كومون سا سباس واش هما كيجيو عندك ولا انت كتمشي تقلب على كطيح لك الفكره وكتمشي تبروبوزيها كنتلاقاو اكثر ديال الفيتورينغ اللي جاو كنا تلاقينا كنتلاقاو بحال ما كتكون شي هضره ديال كيدوزها فيلينغ بيناتنا بحال يا بالهضره يا بداكشي اللي كنبغيو نديرو وكتبروبوزا ومن بعد بحال ملي كتجي شي فكره كنصيفط نقولوا انت سمع هادي مي كاع لي فيتورينغ انا كنحشم انا ما نقدرش نمشي عند فنان نقول له واش بغيت ندير معاك ولا طبيعي بحال هكا كنحشم ملي كنتلاقى مع شي واحد كيدوز الفيلينغ بحال بغا يقول لي شي حاجه ولا يقول لي مرحبا هذا كنمشي نخدم عليها ونصيفط له ولا عجباتو ولا ما عجبوش نقدروا ما نديروش ولا نقدروا نبدلو سي كون ساكس باس الحمد لله كاع لي فيتشرينغ اللي درت الوحيد اللي طلبتي لي هو الوحيد اللي طلبته حيت الوالد كنت في الاستوديو كنصوب واحد الاغنيه هو قال لي بابا روح بس قال لي بغيت نغني معاك عجبو واحد اللحن قال لي بغيت نغني معاك قلت له بشرط الى تغني معي خاصك تدخل معايا
كومبليس في لي بارول في لا ميلودي علاش نتقاربوا يعني نتاع التميل عندي وانا ميل عندك غنخرج واحد البروبليم نتاع وصافي دخلنا وصوبنا اغنيه سور بلاستيك الساعه ميم با 20 مينوت كنا مسالينها مغنيين مسالين. مرحبا. شنو الاغنيه المفضله اللي كتعجبك عند سليم اللي تيدير كامل اللي دار؟ كل واحد عندها مي كاينه واحده اللي كتعجبني في لومبيونس وحده كتعجبني في البريستاسيون ديالو وحده كتعجبني في 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 الكلام في الموضوع وحده من هذه ماريا كتعجبني وكتعجبني السيد صيف هذو المفضلين الولا وسنة سعيدة كتعجبني هذيك الكوتي فيستيف كوتي في ما غنيتي في شي عرس ماشي معروف ماشي كمعروف ماشي زعما عيطوا لك فوالا بريستاسيون غنيت كنت كندير كنخدم انا لي زيفينمون هما اللي كنخدم بزاف غنيت واحد المره ولا جوج في العراس كانوا طراو شي مشاكل فهمتي مشاكل ماشي في العرس ماشي في العرس المهم حضر الواحد حضر دي زارتيست كي خاصهم بعضياتهم وينا شكون يطلع الاول داكشي شويه مخربق كان كاينه هذه القضيه كنلقاوها بزاف عند لي جون ماشي في الناس اللي كانت في واحد الجينيراسيون كنلقاو هذه القضيه ديال لا يطلع هذا الاول لا هادو ماشي في لي جون هادو في القدام هادو كاع الاخرين جينيراسيون ما عطاكش لاسين ما طلعش فوق لاسين فهمتي ما عطاكش الماتيريال ما عطاكش تاسفت على داكشي وزعما قلت ما باقيش غنخدم في العراس ولكن من بعد عاوتاني دازت واحد 6 موا ملي كيكونوا شي عراس اكثريه ديال الناس اللي غادي كنعرفهم من بعيد ولا كنعرفهم قراب ولا عارف ان داكشي غيكون بيان اورغانيزي كنخدم فيهم مرحبا تخي بيان مرحبا التليفون ديالك ها هو نقدر نشوف واش خدام ولا ما خدامش شي الكود ماشي مشكل حنا ما يرضي عليك شوف واحد الابليكاسيون واش عندك ولا ما عندكش بيان غادي نكونيكتي مع ليكرون نقدر ندخل نشوف شي تصويرات هنا لا 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 ماشي تصا لا ماش خاف لا 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 ندخل ولا ندخلوش انا غادي نمشي نشوف الصوره الاولى اشنو فيها غتلقى راسك واقيلا لا شوف شكون هذا انا ملي كنت صغير هذه لقيتوها واقيلا لكن انت ملي كنتي صغير شكون هنا ولا هنا هذيك صديقه لا لا مش مدرسه هذيك مدرسه صديقه ما باين من هنا صديقه ديالي في المدرسه هذه راه شي حاجه في فاس ولا في الدار البيضاء في كازا هذه وقال الله من جينا راه مازال عندك في التليفون ديالك شحال كان عندك من عام هنا شحال كان عندك من عام انت ما تعقلش ما نعقلش ما عقلتيش شكون اللي سماهم 2004 تكون 2004 شي 2004 ما ديرش حتى 2009 2004 هذه دابا 2004 ما تبدلش بزاف لا صافا شويه اه صافا الشورت اللي تبدل مشي لصوره واحده اخرى ما خلاكش لا لا هذيك في خزر فين هذا عبد الكوار هذا بشايب مبارك هي انت رجاوي رجاوي ياك عرفتو رجاوي انت هذه شحال كانت في العمل؟ 7 سنين 8 سنين لا لا شي 10 سنين ولا 11 واقيلا ولا وداك الساعه ديال الشويكا وداك الشويكا كي جيتك شو الشوي ميزا تكون هذه 2006 لا تكون 2006 هذه 2006 الوغ انت دابا عرفناك بانك رجاوي كنظن معنا الوداديه هنا في الاستوديو ماشي مشكل ومعنا نصر طنجة طيب شو شوفوا صورة واحدة أخرى هذا في تغناج والله إلا ساكن بوحدك لا 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 الكاميرا راهي شي الكاميرا راهي في التصويرة هذا هو التصويرة فيلا مع الأوطيل تشيلا تا هما كيفاش أوطيل ولا فيلا فضائح لا هذا في تغناج ديال كلمة سميتو الطيارة طيارة كنسلم على الممثلة تا هما كنعرفو مرانيا ولا الطيارة دارتها بيا انا شو صار واحد اخرى هذا التغناج انا غادي اللي بغيت نفهم هاد التصويره شفتها دابا وبغيت ندخل كيفاش واش كاين شي واحد تيقول رمضان كريم بشطيح اشرح لي هذه خرجنا حيت الاغنيه خرجنا وتسنى شنو خرجنا يومين قبل من رمضان ايوا اسم الاغنيه هذه مع حميده مع دي جي حميده وراه هذاك راه لاختيست اللي تما اللي تقول لك التسير راه والله جبت التسير راه هو اللي تما اللي البنات اييه وخرجنا يوم البنات يا البنات خرجنا يومين قبل رمضان ودرنا رمضان كريم هذاك شكون هو؟ هذاك حمزه هذاك نعمان وهذاك اللي مورا لاختيست حمزه عنده واحد الشبه ديال ايهاب امير ولا كذبت؟ هذاك لاختيست شويه يلا مشيو شوف صوره واحده اخرى كان عندها تليفوني مرة هاد التصويرة اللي بيزار سي كو كيتصور وما كيشوفش في التليفون ما فهمتش علاش لا هادي غادي نكون غادي نكون غادي غادي قبل ديكولا سيفتها له يمكن يصورتها صباح الخير واخدها هذا حيت
سير وخليها. اوكي تري بيان. خلي هذيك الموناليزا هي اللي كتحكي. امشي شوفوا صورة واحدة أخرى. أي يا أخي. واش كيدير عندك هذا دابا؟ ما عرفتش واش كيدير عنده هو، مالي أنا راه التليفون ديالي. شو فين الشيء؟ زومي بعدا هنا غطي السر. فين الشيء؟ زومي شوية. خلاص. بعدا كوكتيل سونز الكول. لا لا باينة القضية. سميتها. شوية ديال. فين الحليب باين. هادشي في مراكش ولا في. لا هادي هادي في مراكش. 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 في مراكش. تخي بيان. شوفوا كاين شي صورة واحدة أخرى. ماشي ليلي هادي. هادو ماشي ليلي. التصويره شكون هاد اخوان هادو هذا الواحد واحد الصديق كانوا تما وتصورت معاه هو ولادو الصديق زوين ياتي ولاد صاحبي اكزاكتو اكزاكتو ستيلين شوف واش مازال في التصويره ولا بركه او سي 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 مولين تما فين كيجيك تما المولين عندي عزيز حيت بزاف الفنانه ديال الشعبي اللي ما كيبغيوش لا لا عنده عنده مشكل لا لا عنده اللون ديالو وما كينجح شي واحد بلا 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 ما تكون عنده واحد لاطوش فهمتي على شي بحال بحال كخافضه حتى هو دار اون توش ديالو صافي نجح خصك تقبلو في الوسط علاش ماشي لازم شوف تدرس الموسيقى وهذه وكذا وتجتهد وتكون فنان كذا كتبقى بديك بديك الاحترام كيحترموك الناس راه كانك فنان ولكن في لو كوتين تاع انيماسيون ورات كيقول حتى هو انا كيعجبني داك الشيء انيماتور كيدير داك الشيء زوين بريستاسيون ديالو زوينه سخيخه داير الستيل ديالو كيغني جوست الكاركتر ديالو كيعجبني حتى هو مزيان صريح ما بزاف الحاجات فيه زوينين تري بيان بارك علينا هكا سيدي التليفون ديالك مرحبا هذه أب ما يمكنش تكون معنا وما نسمعوكش كتغني امبوسيبل الوغ بقاو معنا دابا شويه لايف ديال خالد بناني على شهاده تي في ما تمشيو فين مرحبا بكم معنا جديد على شهاده تي في كود بيت يونايت وصقوا بزاف على خالد بناني ماشي خالد اجي خالد اجي خالد لا ديما كنلاحظوا عند الفنانه ديال الشعبي غادي نعاودوا غير لا شونسون من الاول وباكو سير معها وحرك ليا مزيان واخا نعاودوا لا شونسون من الاول انا حرك اتونسيون لا ماشي انت الباتري الباتري هات سير علاش كي راه بلاتي واحد لقيته واحد لقيته كيدور ديما الارتيست كيدور عند الباتور ولا شي واحد كيبدا عليه شوفي باسكو علاش شايل ها شايل انت يا مالك ها باسكو المايسترو نتاع الفرقه هو المغني وي دونك شحال هذيك كاين المايسترو هكذا من المغني هو اللي عارف فوقاش شاد لو جيسك هو لو فيلينغ دابا مع جمهور ملي كتغني سي عارف واحد الحاجه باغي توصل له ميساج دونك هاد النوع ياك تكون الموسيقى طالعه وكتطلع كريشيندو عرفتي كريشيندو ديك الساعه ملي كنوصلوا للترجمه اللي عيطوا لنا خص دير الساعه عرفتي الى هزوك انت بحال هكا كدير بحال هكا وحيدوا الصوت وحطوك في شي تيران كبيرات ما بحالش مدرب كدير لهم مرحبا بك خالد بناني وشي هاد اللحظه اللي مات الباتر ولا الدرافيس كيدير كيشوف المغني كامل كيديرها كيتولى ولا وكيبدا لا كيبدا كيبدا واخا ما عندهم مشاكل بعد المره كيبداو يبتسموا بيناتهم شي داز ديال سلسليو اشنا هي اخيب حاجه طرات لك في شي عرس ولا تقدر ترى شي فنان ملي يكون سيغ سان في عرس بون ابارمون كاينين بزاف شنو احسن حاجه طرات لك؟ لا حتى الماما ما كيطراوش بزاف دونك تما كنعقلوش عليهم بزاف دونك الحمد لله ما مولفينش داك الشيء ما كيطراش دونك عمر وقع شي صراع شي لا الناس كيحترموا ما الحاجه اللي بحال دابا اللي سي با ما عقلتش لا اخي بحاجه هي سي واحد هنا كنغنيو
وفي التالي ديال العشيه وطاحت له شي حاجه وحنا كداو وما ناتش هو مسكين كريس كاردياك مات. بحال هذه الحاجه الوحيده اللي مرسومه بحال بحال دابا حاجه اخرين كيضحكوا بحال دابا كنت خدام شحال هذه في التسعينات واحد ناض فواحد الخروق باش يلصق لي الفلوس بغي يلصق لي في صداحتي قبط له يدو تما بديت كنكره الغرامه كنهضر على غرامه تغرمش عليا باغي تفرح بالموسيقيين رمي لهم فلوس ما كتاخذش ما تعلق ليش كي دابا كنستحي كيعلقوا ما كنستحي تزول له يدو لان انا فرحان بك مي كاين اللي كياخذها بساله باش يبان انت داك اللي كيبان ماشي هو اللي كيكرم واحد كيبغي يبان على الاخر بانه هو اللي فرح بان راه كيغرم اما كاين اللي فرحان بك ولا فرحان بالموسيقيين كينوض دونك هو تشوف صالح الفنان باش الا كان واحد بغي لا صالح لا ما كنبغيش انا هذيك علاش ما كيبقاش الغنى ديك الساعه ما كيبقاش الفرحه كيبقى المعنده كيسموه الغنان كيوليو كيتغنوا دونك انت كتولي بحال 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 العبد بيناتهم فهمتي ما كتبقاش دير بريستاسيون ديالك كتولي واش غتبع الفلوس وفي ديك الوقيته لي ميوزيسيان تقول لا خالد لا خليهم خليه مرحبا الوليد دابا كيضحكوا حتى تقطع علينا رزق لا خالد حتى سالي ملي كنقول انا الله يخليكم ما تعلقوليش ما تغرمونيش هو كيقول الله يخليكم ما تعلقوش البابا ما تغرمونوش علقوا لي انا زعما انت لما باغيش شغلك حنا ما حنا لا موسيقي كيقول صافي الطريق كي غادي يعطيك الفلوس كيغرم عليك وصافي داك الشيء راه كانوا كيديروها كيرسخ لك على درا كانوا كيضربوا مازال دابا كيضربوا الموت غادي دير شحال هادي غنيتي في العراسات السطوحه ولا لا غنيت بيان سور دوزتي السطوحه بليزير حماقيتي راه ديك دوزتي البوديزا بوديزا داك الوثاق كيديروا هما الكيتون خيمه حنا كنعيطوا بالعكس البليزير علاش ان اول حاجه يلاه كتصونو كدير كانت شحال هادي ما كانتش صونو كانوا الباك شحال هادي مونطاربو قبل مونطاربو قبل كذا مونطارو اللي قبل كاع يعني كانت يلاه الباك بحال الجامع يلاه كدير ديك لارسين واحد الصوت ملي كيدير الناس كيشطحوا غير الصوت الا دار هكذاك الناس البليزير ان الفن ما كاينش الفنان كندخلوا بالصغارات كندخلوا في الناس فرحانين وحيدوا الجوق غيدخل كنا كانت واحد السطوحه دوك السلوكه ديال الشير كانت لا شالور معلق لا ولا شالور عرفتي داك الشيء كيجي واحد لا شالور في السمع واحد ليكوت والشعبي كيبان شعبي ما كاينش بروتوكول حضرنا لواحد العرس هادي واحد عام لا سطح لا في كثار سطح صغير هو كناس سطح صغير واحد الناس ناشطين هذاك هو العرس الصراحه الناس ما هذاك هو العرس حنا كنحضروا في العرس كبار فرحانين بيناتهم فهمتي ما جايش باش يشوفوا الناس جايين باش ينشطوا ويفرحوا بديك الناس حيت واحد النشاط راه داك الشيء انك خويا حيت العراسات ملي كنهضر شحال هذه ما كانش حتى تخيتور كانت كتجي طيابه كان الحجامه كان الكوافير هو اللي كيسميو الحجامه كيمشيو اربعه الحجامه كان العرس ما كانش كيفوت 200 الناس 100 الناس وما كانش التفاخر ما كان الناس ما كيديروش العرس باش يبانوا العرس تفرحوا الجيران كيفرحوا معاك العائله كتفرح معاك سبع ايام ما كيوجدوا معاك الكاطو ما كتجيبش تريتور ما كتجيبش باتيسي هذاك هو العرس انا بالنسبه لي هذاك العرس باسكو كتحس به بتمارته بالفرحه ديالو بالاحباب دابا كاين دي زاجونس ويدينغ دابا ويدينغ الباكيج دابا كيجيبوك انت بحال اوبجي فوست هذاك دابا حنا اوروزمون مازال حنا واحد ربعة الفنانة في المغرب اللي كيجيبوهم الناس اللي باغين هو باغين المغني يعني كيجيبونا مازال عندنا ديك الكوتي العز انك جايبك انت ماشي جايب فرقة منسجمة ولا فرقة عندها فهمتي ودابا لا مازال هاد القضية ديال الناس كيمشيو للعرس حيت بعض المرات لارتيست كيبيع لهم العرس تقول راه جايبين خالد بناني لا كاينه مازال انك كتجيب خالد بناني حتى الناس كيبقاو اكروشي في العرس ما كيمشيوش بكري علاش ان كاين اوركست اللي كيفا سيمي وعندو كيعرف طقوس العرس دونك حنا كنعرفوا فوقاش العروسه فوقاش الشعبي فوقاش الشرخي فوقاش الطراب فوقاش نزلوا فوقاش طلعوا ديك فهمتي عمرهم تخصموا لك الجائلات في عرس بزاف وبزاف واحد العائله انا كنغني وكيجي عندي بط العروسه كيقول لي ما تغنيش السي بناني عليهم ولا الحرام ما شركوش معايا حتى شي حاجه ما عرفتش ولد الحرام العريس كيدير لي دابا بط العروسه كيدير لي وراه ولد الحرام العريس كيقرا مع قراو في لافاك خرجوا وما عندوش مسكين وجاوني في كرون تاكسي وما حطش يدو في كذا فهمتي وانا كيعزوا عليا كنولي نغني لهذوك لا فامي وكيجي هو يغني كنقول هذه الليله محال واش يخلصنا في الصباح لان بقيت نغني مع هذوك وانا واخا هكذاك ذوك الكوتي كيعزوا عليا هذوك كان فرحان مع هذوك وميران طحنا في هذا ليكا هذو تقدر الخاطر لكل شيء غير ديغنيغمون انا ميم با واحد الربع شهور هاد لوكا هذا نتاع متحاملينش حباب العروسه ما حباب العريس وكي والبروبليم سي كيتيقوا فينا حنا دابا كيشكيو لك وكنبدا انا نولي كنولي فهمتي ميدياتور عرفتي بيناتهم راه كنولي سوسيولوج بسيكولوج كنبقى ندخل تجي تفرح دول كنولي قاضي فيا كل شيء كنبدا نقول لهم لا راه خاصك تفرحي مع عروستك
لان الناس عاد تدي لك ولدك الا ما فرحتيش معها دابا عاد تولي بدا لكم الاخر قلت لها يسلكي لان الناس عاد تدي لك الولد كنبغي ندخل الماديات علاش لان لوجيك ملي تعطي ولدك ملي نعطي انا بنتي غادي نجي نستعد ولدي ولا بنتي عطيته صافي باش يبقى ديالي خصني عروستي نكون معاها هو بنتي باش هي تجيب ولدك عليه والولد ولا البنت حيت هو لا البنت ما كتبقى الغالب البنت كتبقى دارهم مي انت خصك تحبب راجل بنتك ولا مرات ولدك فيك تحسهم بديك الحنان سليم شد فيك سليم دابا راه كيدوز السيناريو كتهضر معايا كتقول لي دابا بنتي الارض راه ولدك هذا راه ماشي بنتك لا راه مشى السيناريو دابا هو راه عرفتو راه مشى كيفكر بابو سي خالد حنا دابا هضرتي سليم دوز واحد 400 وحده قدام وجهه قال شكون اللي غتكون مزيانه مع الوالد فهاد 400 دابا راه اللي دار انا عرفت راه دوز السيناريو دابا جالس معنا وراه كيدوز جوج الوالد عيب غير هذيك واش غادي وبعد المرات كتسمع بان كتقول لك لا غنتزوجوا مع العائله قبل ما نتزوجوا مع النسب نقول لك كنوصيكم ها دائما تزوج مع النسب تشرك الحياه مع واحد الراجل ولا مع واحد المراه من النسب علاش باسكو هذوك النساب هما اللي وجدوا لك الولد ولا البنت يعني البيئه فاش غتدخل انت على البيئه واش غتاخذ البنت ولا الولد وتتخبع بوحدك ما يمكنش عائله ديال ليلي كديري العائله ديال ليلي ما نزوجوهاش دونك ما سولناش ما عندها لا با لا ما عرفنا نهار جابوها مسكينه بلا سميت حنا هما با والديها حنا هما كلشي ديالها ديك القضيه ديال الطابله ديال الجروب في العرس طابله الطابله تتكون هي الاخرى ديال المجموعه وديال الاوركستر ما بقاوش لا كاين الناس دابا انا ما كناكلش كاع في العرس علاش غارمون ملي كنكون شي بحال دابا دخلت مع الطال ولا لا سي فري بينات ما كتاكلش العرسات لا ما كناكلش إلا كان شي صالاد غويال كذا كنقدر ندخل وديسير كنقدر نطلب لهم بحال دابا شويه نتاع شي بنانا وشي شويه نتاع الاناناس ولا صافي مي دابا الناس غالبا كيفرحوا بالفرقه يعني كيديروا شي طبلات وكيقول لك لا والله ما تخدموا تجيو تتعشاو يعني كاين الناس ولات عندهم هذا لو ريسبي الكرام كان زمان كان الجوق زمان كيدخل هو الاول يتعشى قبل الناس زمان من بعد جات واحد الجينيراسيون ما كيعتنوش بالموسيقى ولا باللي غادي نشط لهم الحفله اللي يعني راه كيشارك معك الفرحه حنا اللي كنبنيو الحفله عرفتي حنا شنو لانيماسيون هي كل شيء دابا ولات هاد ال10 سنين ولا كنحسوا بالناس ولا كنسمعوا خلي بان النقافه ولا التريتور ولاو هما كيامبوزيو دي زارتيست ولا دي كي دي فيو ولا كليون كيقول لك حاجه اخرى واش بصح هادشي كاين وقع وهذا هو الخلاف اللي كاين دابا بين هما عندهم في 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 لي زارتيست دابا الجينيراسيون ديال هاد الديزون عندهم دي كونفلي ديالهم عاوت لي زارتيست اللي قبل منهم عندهم هاد لي كونفلي نتاع كذا نتاع ان القفا كدير له الخدمه فلان كذا الكوافور مول لاسال مول كذا خصك تبعد راسك انت تكون كتخدم الناس لي فان ديالك البنت كتكون والديها فرضوا عليها موسيقى نتاع خالد بناني هي صغيره وني تفرضت عليها في الطوموبيل من بعد كتذوق ديك اللون عاد كتعرف بان راه فيه 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 واحد الرقي في الكلمات في اللحن ستريكتور كذا دونك ملي كتكبر كتكبر فان واخا راني كبير عليها في الجينيراسيون ملي كتكبر فان دونك ما كتجبرش مشكل العروسه ما تقدرش ديفيها امبوسيبل واحد العروسه باغيه بناني تقدر ديال بلاصه اخرى امبوسيبل الوغ واحد اللي بالنسبه لي له كيبناني كي واحد اخر هذاك هو اللي كيدغيا كيلعبوا به سليم في العرس ديالك من غير الوالد شكون اللي تبغي يغني عندك في العرس الشيخ بزاف ديال الوالدين بتاتخ بزاف هما باش يجيبوا لك صداع على المشاكل عطيني واحد ثلاثة هو المشاكل ثلاثة لا نبغي كاع الفنانة مرحبا بهم اللي بغيو يجوا فرح معايا يجوا مرحبا بهم بالعكس نفرح كاين شي واحد ديك راه يجيو المغنيين يشطوا معاه يفرحوا معاه شي ديبلوماسي خلي تا من بعد وقول لي هذوك اللي غنيو عندك هما اللي غنيو عنده انا هضرنا انا وياك بغيت تغني في عرسك تغني لي فارسي ديك البوكي اللي غيكون عندك هو اللي غيدوز تغني لي فارسي بيان سور انت تغني لي في الطلاق ديالي الله يسر واحد 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 ياخذ هذا واحد انا نيك في عرسك الثاني انا سالي فاش وصلت السؤال في العرس شنو غادي يغني ليه قال جينيفر لوبيز لا لا شاكيرا لا بون خالد بناني سي بوكي مرحبا الوغ كي قلنا اون فريكونس عندك ديال لي شونسون وحده ولا ثلاثه في العام 2019 شنو موجد سليم في 2019 حيت عرفتي بانك انت من لي زارتيست كي وجدوا الاستراتيجي ديالو على تيسان كنوجد الاغاني من قبل دابا واجدين جوج الاغاني مي مازال ما غادي نحطهم كنحطهم على حساب لا بيريود وحده بحال باغا تخرج واقيلا ان شاء الله في مارس وحده في الصيف ضروري داكشي ديال الصيف بجوج بهم واقيلا غيكونوا ديو كاين شي فيتورينغ ولا شي عاود بجوج بهم واقيلا بجوجهم مع دي زارتيست مغاربه من هنا ولا مغاربه برا جابون من هنا مغاربه ساكنين هنا
دونك ما كاينش بيدجي كبير يمكن ما بقاتش في البيدجي والله ما بقاتش في البيدجي بقاتش في الاغنيه واش تعجب الناس ولا لا راه كاين اغاني اللي كديرهم جوج دريال وكيدخلوا لقلوب الناس وكاين اغنيه حط عليها بلد فلوس والله ما يشوف شي واحد هذه نتاع سنه سعيده واحد وقعت لهم واحد الواقعه عليها داك شوف راه كاين سبحان الله كاين الاقدار يعني ربي مكتب لهم واحد راه ما كملوش التورناج ديالها باش وشوف سبحان الله نجحت وخصو هو يعاود لك شحال طايح التورناج سنه سعيده لا سنه سعيده راه من الاغاني زعما في الاغاني ديالي كنهضر على ديالي هي اللي لقات نجاح بزاف اللي خرجت على المغرب مشات للعالم العربي ومشات كتصيفط يا شحال طاح التورناج ديال سنه قول لي انت بالفرنك غلي غلي طلع الثمن يعطي شي فرغ غالي غلي شحال لا ماشي حاجه بشحال شي اكزاجيري 60000 درهم لا قل شويه 40 قل شويه تبقى قل شويه تتسلى 800 درهم 800 درهم حلوه حلوه شنو هذاك الشيء اللي كيتلصق ما بالش حتى ما صورناش فيه والله يعني هذاك الصور تاع والله ما كنتش نحطها كاع في يوتيوب كنت نحطها في فيسبوك الكاميرا ديالنا كنا نحطها في فيسبوك وقلت نحطها في يوتيوب وضربت ثلاث ايام شافوها 5000 واحد في 3 جو في 3 جو تخيل معايا دو 4 جو شي واحد نزلها ما عرفتش حطها شي واحد في واتساب صيفطها وهي ما كتعرفش امتى غادي تسجل 100 درهم باقا كتصيفط كي دابا انت فيديو ها باقا كتصيفط كي حق الله جمهور البوليس خلاو باش يكملوا قبطوا البوليس على ما مشى جيبوا ولا لوكوريزاسيون تفرجتي في هذه الميسيون كتفرج فيها مره مره بزاف كنت عرفتي بحال طالعه هذه الميسيون شوف يلا قول لي قول لي شي تابع 1500 درهم شحال طالعه هذه الحلقه اللي فيها انت باكو خصو 3500 درهم يلا قول لي شتي باكو انا خدام كجمعيه بينيفول قول لي دابا كيقولوا لي لا 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 باينه تبارك الله شحال طالعه هذه الحلقه 50000 50000 درهم قال شي 12 70000 70000 قال قال كاينه شي بلاصه حدا كاينه الو خالد لا برودكسيون انت بقيت تخرج شي اغاني ديالك ولا انا عندي المئات الاغاني بوندون عندك ستوديو في الدار ستوديو مئات كلهم كل وحده في لون كل وحده في لون ومصدعني سليم خرج وانا دابا عندي واحد كلشي لي مويان كاينين زعما كلشي كاين كلشي كاين دابا حنا مازال خلاف ان دير الكليب انا ما كنبغيش ندير الكليب انا في حياتي ما بغيت ندير الكليب نبغي ندير الكليب هذا الشيء اللي كنفكر حتى طاحت لي الفكره قبيله كنهضر مع ليكيب بنات هذا كنقول انا عندي لا شونس اللي نخرجوا في مارس غادي ندير كليب مي انا نقدر نبان فيه فاكداك بريستاتير كندير البريستاسيون ديالي مي اللي غايديروا لاكسيون تاع السيناريو كذا يديروا هاد ان كوبل زوونين ماشي بحالي لا واه انا بغيت زوونين واه انا في الذكريات ديال انني اولا كاين واحد ما عنديش بحال استراتيجي بحال اللي كتقول تي بحال الكرافطه دونك انا بالنسبه لي بحال اللي كنت زمان كنخرج غير البليزير نتاع لو بارطاج مع الناس ديالي مع لي فان دونك ما كنفكرش انا اختي نخرج راس العام الصيف العراس هكذا الناس الجاليه تدخل لا انا هيك كنضربش حسابات بحال هكا بزاف ديتو الور دابا موجد اغاني كتكون بحال هكا حتى ملي كنتخلص كنتفاهم على لي كاشي ديالك اخبارك انا كنخرج دري لاسيستون هو اللي كيجيب حتى كيقول لي انا ما كندير والو انا كنغني مراتي كتجري البلانين ديالي الدراري اللي معايا في ليكيب كي هما اللي كيتكلفوا انا والله بعدا كنمشي نغني وبحب دابا حتى في لي زالبوم ديالي باغي اغني نخرجهم ان جوست لو بارطاج ماشي ما كنفكرش انا في سوكسي ولا باسكو علاش حنا عندنا واحد الكريديبيليتي الحمد لله هي نتاع اننا كنغنيو بروح للناس وثقوا فينا من زمان هما اللي صنعونا يعني ارتست والله اش بدي نعمل اش بدي نعمل هي الاغنيه الجديده ديالك سليم كرواطا وهي اللي غادي نكتشفوها كاملين دابا شويه على شاد تي في بقى معنا احنا دائما في لو كود بي تونايت اشوفكم مرحبا بكم في كود بي على شاده تي في وكامل الغصب على سليم كرافطا واش بدي نعمل لا 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 لا
زولها له هاد القضية. غير الغناء اللي كتحشم الحمد لله الماكلة لا الماكلة الحمد لله كتحشم. لا يغني معايا ما كيحشمش، واللي يغني حدايا عنده واحد جوستيك واحد. وانت قدام شكون كتحشم تغني؟ قدام عماد قوت. قدام ولدي. حاشا مرحبا، دوكا شكرا لكم بزاف اللي كنتم معنا اليوم. ميرسي ميرسي ميرسي، لأن حلقة واعرة واعرة بزاف. شكرا بوجود خالد بن ناري سقولي بزاف. سليم كرافاتا، وما تنساوش تتابعوهم سور لي ريزو سوسيو خصوصا انستغرام مع سليم كرافاتا وخالد بناني. شكرا لكم بزاف. شكرا لعماد، شكرا لعماد قطبي بزاف بزاف، اللي من الاول كان من الناس الاولين اللي تاقوا فيا، واليوم انا معك الحمد لله. الله يحفظك ومازال راسكم معنا خالد، تبارك الله عليك. ميرسي. شكرا اوسي باكو وعاطف زياتشي والجمهور اللي كان معنا. موعدنا السبت الجاي. السلام عليكم. Tonight, تفرج فينا. Thought you would care. كل سبت بالليل على شدام ستار. Everybody's there, yeah. ساق بالضيوف عندي فضاء. Tonight, برنامج كل مفاجآت. No, he knows care. Here we go again. Starting from the end. Got this night, Lila. تفرج فينا ديما. Got this night. على شدة دروينا. كل سبت كيجينا.